تدين وزارة الخارجية بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في عمل إرهابي آثم وممنهج يهدد أمن وسلامة المدنيين والأعيان المدنية ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني. وتؤكد وزاره الخارجيه وقوف مملكه البحرين الى جانب المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وتضامنها التام فيما تتخذه من اجراءات وتدابير امنيه للدفاع عن امنها واستقرارها وسلامه اراضيها مشيده بكفاءه ويقظه قوات الدفاعات الجويه السعوديه التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ داعيه المجتمع الدولي الى ضروره اتخاذ قرارات صارمه لوقف هذه الاعتداءات الارهابيه الاثمه